ثم يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول يوم من أيام الحج. هنا على الحاج أن يحرم بالحج، يحرم بالحج من المكان الذي سكن فيه ومن سكنه، أو من المسجد الحرام. فإذا كان متمتعا يحرم من جديد، إذا كان قارنا يجدد التلبية للحج، وإن كان مفردا يجدد، يعني يبقى على هو الباقي على إحرامه وإنما يجدد التلبية. نعم. ثم يتوجه الحاج بعد ذلك إلى منى ليبات هنالك بها في منى، ويخرج من مكة بعد طلوع الشمس، ويتوجه إلى منى، يصلي هنالك في منى الصلوات الخمس: الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هل يجمعها؟ لا، يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع الصلاتين، لا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا لضرورة، من اضطر فجمع صلاتين يقال أن عليه إثم، لكن المشروع هكذا يصلي كل صلاة في وقتها. ففي الحديث قال جابر بن عبد الله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. إذن هذا هو الحاج الآن يكون أين؟ يكون في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا ما كان صبيحة اليوم التاسع يصلي الفجر في منى، ويخرج إلى عرفات متى؟ بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، وليس قبل ذلك. وهنا لا هو يعني هنا الحاج يكثر من التلبية، يأتي بالتلبية وهو في منى، يأتي بالتلبية، وعندما يذهب إلى عرفات أيضا يأتي بالتلبية، ولا يتوقف عن التلبية إلا يعني لا نقول لا يجوز، ولكن الإنسان والحاج هنا أهم ذكر عنده هو التلبية، ولا يشغل نفسه بالقيل والقال وهو في ميناء في الخيام وينسى التلبية، يترك التلبية ما يقارب عن فترة طويلة تمضي عليه الساعات ولا يلبي، لا، وإنما يجدد التلبية